مرة هذيك مرة أخرى مدام فريدة العياري، نحب نسألك هل أنت فريدة من نوعك وإلا لا؟ وهل نوعك جاز برك؟ لا alors d'abord Farida alors d'abord de qui se suit deuxième sur le plateau. Il y a deux questions là. D'abord yes Farida من نوع يا خاطر انا فريدة لا اخت لاخو لا اخت لاخو ديجا à la base. ولا ليك لا اخ ولا خال ولا عم تشكيله. Donc voilà donc ونوعك جاز بركة؟ Pas du tout. Alors là j'ai نسمع كل شيء. باهي مدام فريدة عياري كي تعمل كسكروت لولدك ولا بنتك في الدار؟ انا عملهمش. عليه خاطر يعملوا وحدهم. ايه قبل كي كانوا صغار ليه نلقى لها حل. قبل تعمل كسكروت ولدك ولا بنتك، الكسكروت هذاك بس كنت مدام عياري يتسمى كسكروت عياري؟ الوغ انا ما نعرفوش هالكسكروت عياري. اي نعرف كل سمو انت مدام. كما قلت لك راني عشت برشا لبرا 40 سنه 42 سنه بالضبط لبرا، وحكيت الكسكروت عياري خرجت فك الفتره هذيك. يعني ما طايش مراوغ في الدار انت. التوا ما زلت ما نعرفش شنو هو الكسكروت عياري. ما صبت فسر لي. باش نمشي بيك البر. جي جونسون. اي شبي أزعر قلت أنت مالك؟ أي أزعري. شكون أزعر، هو ولا مونس بلازعر؟ ولا الروز؟ ولا تعيش البر؟ هذا السؤال اللي بعد. بعد المهرجان مدام فريدة راه شنو خلق الغنية اللي غنيتها قبيليك كتبتها توا؟ يا بنتي خلينا نسأل وجاوبيني. كتبتها توا ولا جاوبني كتبتها صبيحة قبيلة شوية. برافو. يعيشك ميرسي بوكو. هذا ظاهر معناها بنديري ظاهر. بعد المهرجان الناس نقولوا لك جازك الله خيرا مدام على الخدمة اللي عملتها. والله ما فهمت شيء. اوه تعيش البر. أنا هو أقرب مقام عربي من المقامات العربية، أقرب مقام عربي للجاز. لا عاد أنا مانيش زيد حرف بركة. مانيش إكسبيرت راني. حرف. شنو حرف؟ حي جاز. عادوني بعده. ميرسي تعيش البر. مزيان. قلت قبيلة مدام اللي فما تو موديل الدورة ذي. إي قداش من توب موديل بالضبط؟ هو زاد فريد من نوعه. واضح صحيح الفريد بغدير على فكره. النجم نقولوا مدام جازماني عظم على مزاودي كما نقولوا جازاري عظم على مريكزي. ليه؟ والله تعيش البر تعيش البر. كان جي مدام كان جي عندكم فلوس بالكدا تجيبوا فرانك سيناترا ولا فرانك ليدر ولا مسكين الله يرحمه فرانك سيناترا. كان جي عندكم فلوس مدام كان جي حي زاد تعدي واللي بعد كبير حتى كان حي راهو كبير كان انتيغي 127 ما يموتش فرانك سيناترا ما يموتش نتعداو الضوء العوني ايوه بلي نحب نسالك يا ضوء كي تولد قيدوك في البلديه ولا في ستيك قيدوني وين يطفى لك الضوء انت؟ مرحبا بك فكره وامي الفكره كلها ريت الفقره ذايا متبع فيها كان معك ريت الفقره ذايا فقره والعيب والفقر مش عيب راه كي تخدم خدمه وما تخلصش اللي تساله يقول لا الضوء خالص خالص وكيما تصير عركه ولا حاجه ذولة وتضربوا مثلا ذولة يسمى ضربوا ذو ما تشلخش ذولة خلينيش نسألك خلينا نمشي أمر فصحى أنت نرجع لخالد شوية خالد لم لومي زعما لم لومي الكل ولا اللوم بعد القضاء بدعة اللوم بعد القضاء بدعة حوش الفن خالد يعني دار الفن ولا بالمصري حوش الفن يعني خبيه دار الفن دار الفن المعلم اللي يعيش البرة يضربني الضوء عشيق الركح في فضاء عشيق الركح باش تسلط لقبك على الركح ولا اسمك كالعادة لا واحدة من تسلط الضوء يعني واحدة من يا طيب باش خالد حاسه باش حسابني البرة باش يفلقني بالضرب شنو هذايا؟ شنو هذايا؟ تراو اللي فما برشا عراقيل في الثقافة في مدنينا؟ لا ابدا كان فما قول لي قديش من عرقول فما فماش بالنسبه للفضاء نتاعكم لقيتوا يد العون ولا يد الكوميسار؟ قال يد العامله يد العامله يخرج لبرا صح ميرسي ميرسي يا توان برافو ميرسي مدام فريده يعطيك الصحه لحضورك معنا اليوم